قبل صعودك إلى قمرة القيادة العليا، عليك بتحرير علبة السرعات وترفع المكبح اليدوي طبعا، ثم تطفئ المحرك. طيب، قبل إطفاء المحرك أخفض هذا المستوى البالونات الخاصة برفع الرافعة، ترجعها إلى هذا كما هو، السهم مبين، فتنخفض الرافعة قليلا يعني، ثم تطفي المحرك. بعد إطفاء المحرك تأتي لهذا القفل وتضغطه هنا كما هو مبين، السهم، السهم من هنا وسهم هذا لتحريره. ثم يعني بعد إطفاء المحرك تضغط على هذا القفل ثم توقظ الرافعة. بعد إيقاظ الرافعة تنزل إلى الأسفل، ثم تخرج العوارض والأرجل وتجعلها في مستوى، ثم ترجع إلى هنا مرة أخرى، ثم تطفئ المحرك فقط وتدع هذا القفل هكذا، ثم تصعد إلى قمرة القيادة العليا. نصعد إلى قمرة القيادة. طيب، عندنا هنا مكبح الدوران، هذا وهذا خاص بالدوران يمينا وشمالا، يعني تدير قمرة القيادة العليا هذه إلى اليمين وإلى اليسار، يمين ويسار، وهذا لإخراج التلسكوب هكذا وهكذا لإدخاله. نأتي إلى هنا، هذا خاص بالحبل، إنزال الحبل، رفع الحبل، وهذا إنزال الذراع، وهذا رفع الذراع كما هو مبين هنا في الرسم، وهنا أيضا مبين في الرسم. طيب، وهذه الأقفال، هذه أقفال خاصة بسرعة الحبل وضغط الزيت الهيدروليكي في المضخة. نأتي إلى هنا، هنا سرعة دوران المحرك، وهذا طبعا لإيقاف المحرك، يقول لك خطر المحرك أو خطر هنا، وهذه لمستوى الماء والبطاريات وضغط الزيت المحرك ومستوى الوقود. عندنا هنا دوست السرعة، وهنا مكبح الدوران الذي تستعمله عند العمل بالرجل يستعمل، وهذا مكبح الدوران يعني الذي هو في الخارج، يعني لا نستعمله نحن، لأن هنالك عندنا مكبح الرجل هذا والمكبح اليدوي هذا، ثم عندنا مكبح آخر وهو هذا الصمام، هذا ترفعه هكذا إلى الأعلى ثم تنزله هنا، هذا عند ما تريد أن تحرره، وعند شروعك بالعمل، عند انتهاء العمل ترجعه إلى هذا يعني، وتجعل مستوى الرافعة هكذا مستقيم إلى الأمام. نأتي إلى هنا، هذه تشبه التي رافعة جروف ذات الدفع الرباعي، إلا أن فيها زيادة الرجل الأمامية التي تحت قمرة القيادة. إذن فهاته للعوارض الأماميتان، وهاته للعوارض الخلفيتان، هاته الرجلان الأماميتان، وهاته الرجلان الخلفيتان. إذن وهاته ترفع وتنزل وترفع الرجل. طيب، أريد أن أخرج العوارض، تضغط هكذا ثم تخرج العارضة اليسرى اليمنى الأماميتين الخلفية، اليسرى واليمنى الخلفية، أخرجت العوارض، تنزل الأرجل مع بعضهم أو بالواحدة، الأماميتان هكذا، الخلفيتان هكذا، والأمامية أيضا تخرجها، ولكن عليك أن تبقى ضاغطا هنا. طيب، أردت أن تدخل العوارض والأرجل، ما عليك إلا أن تقلب إصبعك إلى الأسفل هكذا، ثم ترفع الأرجل الخلفية الأمامية، ثم تدخل العوارض هكذا وهكذا وهكذا، وتطفئ المحرك وتنزيله. طيب، نأتي إلى هنا،
ماذا نصنع؟ نقوم بإدارة القاضي المحرك هكذا. طبعا قلنا عليك أن تضغط على القفل الذي يحول للعمل إلى قمرة القيادة العليا. طيب هنا يأتيك هكذا، فماذا تصنع؟ ما عليك إلا أن تعطيه كم أنت رافع الوزن المضاد، فعندما لا تكون حامل شيء تدعه هكذا في الصفر. إذا أردت أن تحمل حجرة واحدة تقول له هكذا، ثم الثانية ثم الثالثة، فنحن نحمل واحدة فقط، فسننقص له وتضغط على أوكي. يقول لك أي لفافة تستعمل، الأولى ولا الثانية؟ نحن نستعمل الأولى، ما عليك إلا الضغط على الأولى. ثم يقول لك هل أنت على العجلات أم مدخل الرجلين أم هما في الوسط أم هما خارجين كليا؟ نقول له نحن في الرابعة. وكم لفافة كم دورة في الحامل؟ تقول نحن عندنا ستة، ترفع ستة وتضغط على أوكي، ثم تضغط، هنا يريد أن يؤكد لك، ثم تضغط على أوكي، وهكذا يعطيك يعني خروج السهم، الزاوية، المدى، وهذا الكود طبعا. وهنا يقول رأس السهم، وهنا كم تحمل، وهنا كم تستطيع أن تحمل، وهناك عدد لفات هنا لزيادة الضوء هذه الشاشة، وهذا طبعا خاص بنهاية الشوط، عندما يتوقف تبقى ضاغط هكذا وترفع الحبل. طيب لإعادة برمجة أي شيء هنا ترجع إلى هذه القفل وتعيد البرمجة. عندما تكون كل شيء مؤكد تضغط فقط على أوكي. وهنا يعني في حالة نهاية الشوط كما مبين، وهنا خطر في يوقفك يعني شيء في المحرك أو ما شابه. هنا هذا قاطعة الكهرباء الخاصة بقمرة القيادة العليا عندما تقوم، يعني هذه لا تعمل، هذه المقابل، وهنا خاص بالمبرد والضوء البوم وضوء قمرات القيادة. وهنا أيضا لا تعمل عندما تكون هذه مرفوعة إلى الأعلى، وهذا المنبه.